صدقون عاد من رجعت من بولندا يمكن الحلي تقريبا ما أدري كم، يمكن 3 أسابيع من رجعنا من بولندا إلى يومكم ذا، ما نعرف من الغلطان في الموقف اللي صار قدامي وإحنا في المطار بقول لكم وأنتوا أبيكم تجاوبون، يقولوا لي من الغلطان فيهم. والله ما عرفت من الغلطان ولا بعارف أنا أميل لذا الشخص والله أميل لذا الشخص، بقول لكم أنا اللي صار وعطوني رأيكم من الغلطان فيهم، لأن أنا ما عرفت صراحة. من وجهة نظري الخاصة اثنينهم يتحملون جزء من الخطأ، لكن الموضوع جدا جدا غريب يعني. هذا يا طول عمرك والسلامة، اسمعوا القصة وعطوني رأيكم. هذا يا طويل العمر صارت في المطار في دبي. أنا كنت راجع من بولندا على ترانزليت على دبي، انتظرت تقريبا مدة ساعة وشوي بعدين أو ساعتين بعدين بطلع على الدمام في مطار دبي. وأنا في الانتظار رحنا جلسنا في كراسي، الكراسي في دبي تكون مقابلة بعض كذا، 4 كراسي مقابلتها 4 كراسي، فاحنا كان جلسنا في وجهنا واحد مصري الله يذكرهم بالخير، اخواننا المصريين نحبهم كثير. طيب هذا المصري كان مندمج في جواله ما يدري عن اي شيء، يعني مندمج في جواله حتى ما رفع عينه يطالع فيني. ما طول عليكم السالفة، هذا المصري كان جنبه فتاة، مو فتاة، طفلة عمرها ما يتجاوز يمكن 6 سنوات، طفلة صغيرة جدا، وكانت يغلبها النعاس، فيه النوم بشكل مو طبيعي، راسها يروح يسار راسها يروح يمين، لكنها سعودية وهو مصري، واضح يعني ملامح انه مصري ومن كلامه مصري لأنه قاعد يتكلم في السماعات، وهي واضح سعودية بلا شك. فأنا جالس أقول إيش جاب ذي لذه، جالس جنبه طبعا، فقلت إيش جاب يعني وش جاب المصري، ما في ربط، مطار مستحيل إنه بتسافر طفلة مع مصري. المهم أن ذي الطفلة غلب عليها النعاس، جاها النوم، حطت راسها على رجل المصري، على رجل المصري ونامت. المصري ما سوى أي شيء يعني، ما جلسها، ما قال له قومي، فأنا توقعت إنه يعرفها. فنامت على رجله شوي إلا جاء واحد سعودي كبير في العمر، وذا السعودي كان يبحث عن طفلة، هذا الطفلة هي نفسها اللي نايمة، فكان يلف 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 في المطار. لاحظت أنا شفته جاء قرب شافها نايمة، جلسها بطريقة حيل خشنة صراحة، قوماي قوماي، ضربها كذا خفيف يعني، جلست من النوم، قال له روحي لأمك هناك، راحت له، وابتدى السعودي يلوم المصري، ليش ما جلستها؟ شلون انت تدري نبحث عنها؟ شلون تخليها عندك وانت بنت غريبة عليك؟ شلون تخليها تنام على فخذك؟ شلون؟ فالمصري مستغرب يقول له ما أدري والله عن شيء، شفتها تعبان ونامت. فمن الغلطان الحين، السعودي إنه لوم المصري ولا المصري إنه ما جلس البنت؟ أنا ما نعرف، أنتوا إيش رأيكم؟